السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. انا توتي. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة جميلة جدا، القرص الطرية بالطريقة الفلاحي. وصفة ممتازة زي ما انتم شايفين، شكلها حلو قوي، وهقول لكم على سر اللون الذهبي واللمعة اللي فيها. المقادير بسيطة جدا وطريقة التحضير سهلة جدا جدا. تابع معايا الفيديو عشان تعرفي انا عملتها ازاي. لو انت شفتي الفيديو وعجبك اعملوا لايك، وما تنسيش تدعميني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل، يصلك مني كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها إن شاء الله. أول حاجة يلا نبتدي بمقادير وصفتنا الجميلة دي. أنا هحتاج كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، جيبي نوع دقيق كويس عشان تاخدي نتيجة كويسة للقرص، نص كيلو من اللبن الرايب، كوباية من الزيت، المج العادي بتاع الشاي الموجود في كل بيت، 3 معالق كبار من السكر، معلقة كبيرة هرمية من الخميرة او الباكت اللي احنا بنشتري ده، هو هيكفي على الكيلو، ونص صغير معلقة صغيرة من الملح عشان يتعادل الطعم يعني. هاخد السكر والخميرة والملح واضيفهم على الدقيق واخلطهم كويس جدا، اوزعهم مع الدقيق. الطريقة سهلة جدا، ولو عملتيها حتى لو لأول مرة هتظبط معاكي. الجو ابتدى يحرر، هتلاقيها تخبر معاكي بسرعة وهتاخدي نتيجة كويسة جدا. السر في الطراوة بتاعتها وفي الهشاشة هو التخمير. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي انا خمرتها كم مرة. هضيف الزيت على الدقيق، انا عايزة حبات الدقيق كلها تتشرب من الزيت، عايزة كوباية الزيت تتوزع كويس جدا على الكيلو الدقيق، والطريقة دي هتوزع الزيت كويس. بالمعلقة كده ببتدي اقلب الزيت في الدقيق واشرب الزيت كله، واشرب الدقيق كله من كوباية الزيت. هقلب بالمعلقة شوية وبعد كده هستخدم ايديا عشان هيبقى اسهل في التوزيع. هفرك كده بايديا اشرب الدقيق من الزيت. دي فيه كده حاجات كلكعت شوية، فانا هفكها بايدي زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبتدي اضيف اللبن الرايب بتاعي بالتدريج واعجن بيه. لو نص كيلو كان قليل على العجينة هبتدي ازود مية، لكن انا هنا الدقيق اخد النص كيلو كله، ما احتاجتش مية خالص. كده انا عجناها باللبن الرايب. اعجني بقى العجينة كويس كده، خليها تبقى ناعمة، اديها كفايتها من العجن. هتعرفي ازاي انها اكتفت من العجن لما تلاقي العجينة فكت من ايديكي ومن الطبق زي ما انت شايفة كده، الطبق نضيف. حطيتها في مكان دافي وسبتها تخمر، ارتفعت زي ما انتوا شايفين، ما اخدتش وقت خالص، اقل من نص ساعة كمان. هبتدي بقى اقطع العجينة بتاعتي على قد وحدات القرص اللي انا عايزاها، طبعا الحجم اللي انت عايزاه، عايزة تقطعيها صغير، عايزة تقطعيها كبير، الحجم اللي انت بتفضليه. المقادير مظبوطة جدا وهتظبط معاكي من اول مرة لو جربتيها ان شاء الله. اخدت بقى قطعة من العجين وهبتدي اسويها زي ما انتوا شايفين، هلفها بين ايديا كده، اساوي الكورة اللي انا هعملها قرصة وببططها كده حاجة بسيطة. زي ما بقول لكم دايما عينيكي ميزان، خلي قطع العجين كلها مقاس واحد، هتفرق في الاخر في التقديم، الشكل هيبقى حلو لما كلهم يبقى قطع متساوية. بصوا انا باخد العجينة بين ايديا زي ما بنعمل لقمة القاضي كده، فبتطلع كرة منتظمة، يدوب بلمها، بلم اطرافها واكورها بين ايديا عشان الشكل يظبط معي. الطريقة دي هتخلي وحدات القرص بتاعتك كلها مقاس واحد، لان هو على حجم قبضة الايد. هكمل بقى العجينة كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. القرص دي حلوة جدا، تنفع للفطار او العشاء يعني، تتاكل بلبن او بجبنة، طعمها خرافي بصراحة، ومقاديرها بسيطة جدا، واللبن الرايب عطيها طراوة غير عادية غير اللبن خالص. لو ما عندكيش لبن رايب ممكن تضيفي علبة زبادي على كيلو اللبن، تخلي اللبن دافي شوية وتسيبهم 10 دقايق قبل العجن، هيوفي الغرض معاكي كأنه لبن رايب بالظبط.
خلصت خلاص تقطيع العجينة زي ما انتوا شايفين كلهم قطع متساوية. هبتدي بقى ابطط وحدات القرص بتاعتي، بططيها يعني على قد ما تقدري، ما تخليهاش مرتفعة لانها لسه هتنتفخ تاني في التخمير. انا خمرتها المرة الاولانية بعد العجن، والمرة التانية هخمرها بعد التقطيع والتبطيط وبعد ما ارصها في الصينية. يعني التخمير مرتين ده اللي هيخليها هشة وطرية، الجو كمان الحر هيساعدك انها تختمر بسرعة. دايما في الافران الخبيز، الافران اللي هي اللي بنشتري منها المخبوزات، بيبقى فيه حاجة اسمها دولاب التخمير، بيبقى دولاب خشب كده فيه ارفف بيحطوا فيه الصاجات، بيخمروا فيها العجينة مرة واتنين، مرة قبل التشكيل ومرة بعد التشكيل. ده بيدخل العجينة هواء وهشاشة، بيخليها طرية وبيخليها منتفخة وجميلة. انا ببطط القرص بتاعتي على المفرش السيليكون، بحاول اخلي القرصة على قد الدايرة بتاعة المفرش عشان القرص بتاعتي كلها تبقى مقاس واحد. القرص ممكن تضيفي لها اي نكهة انت عايزاها، ممكن تضيفي للقرص شمر لو حابة، ممكن تضيفي في العجينة نفسها سمسم او على الوش سمسم، يعني غيري بقى زي ما انت عايزة في الوصفة. هي اساس الوصفة دي اللي انا عملتها ومظبوطة جدا، ضيفي لها اي اضافات انت عايزاها. هسيب بقى العجينة القرص بتاعتي تخمر بعد ما بططتها في الصينية. زي ما انتوا شايفين كده هي انتفخت اهي وارتفعت. هبتدي ادي شكل للقرص بالشوكة كده، هعمل فيها خرام كده بالشوكة. الخرام دي انا عملتها بعد ما القرص اختمرت للمرة التانية. لو عملتيها قبل التخمير التاني لما تيجي تخمر العلامات دي هتروح، لكن كده العلامات دي هتفضل موجودة وهتشوفوها بعد الخمس. لو انتي لسه متابعة الفيديو اعملي لايك للفيديو، وما تنسيش تدعميني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل، ليصلك مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. عايزة اقول لكم على السر التاني للوصفة بتاعتنا، ازازة المية دي. ازازة المية دي بقى هتعمل ايه؟ هي مية عادية جدا من الحنفية، ودي ازازة مية صغيرة انا خرمتها، وهبتدي ادي بخة للقرص بتاعتي قبل ما ادخلها الخبيز. انا سخنت الفرن ودخلت القرص، ودي شكل القرص بعد ما طلعت. بخة المية دي هي اللي عطتني اللون الأحمر الجميل اللي انتوا شايفينه ده، وهي اللي ساعدت كمان انها تدي لمعة للقرص. السر في الإزازة دي، الخطوة دي مهمة جدا هتفرق معاكي جدا. لو ما عملتهاش قبل كده جربيها، لأن الأفران اللي بنشتري منها المخبوزات الجاهزة بيبقى فيها بخار، فاحنا طبعا فرن البيت ما فيهوش بخار، فاحنا بنستعيض عن البخار بتاع الفرن ببخة المية دي. بتبخي العجينة قبل ما تدخليها الفرن، وفي نص السوا وفي اخر السوا في التحمير، يعني بتبخي لها بخات بسيطة جدا. هي كده كده الصينية بتبقى سخنة، في المية بتتبخر البخار ده، هو اللي بيديني اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه ده، وبيديني اللمعة. انا ما ضفتش للسطح بيض ولا زبدة ولا اي حاجة، هو مجرد بخة المية اللي عطتني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلها قمر ازاي؟ جربوها وان شاء الله هتعجبكم. الوصفة حلوة قوي ومظبوطة جدا، هتظبط معاكي من اول مرة. الكاميرا لما قربت العلامات الشوكة باينة، شايف زي ما انتوا شايفين كده العلامات ما راحتش. القرص تفتح النفس، ريحتها حلوة جدا، بتفكرنا بوصفات جدتنا وخالاتنا. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة اعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، ليصلكم مني كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. عايزة افكركم استخدمي دقيق متعدد الاستخدامات، خمري العجينة مرتين، اديها بخة المية بالازازة زي ما انا عملت، هتاخدي اللون الذهبي الجميل ده. القاكم في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.